مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية والمباشرة من مشعر ميناء على مدار الـ 24 ساعة. طبعا احنا متواصلين معكم في تغطيتنا هذه اليوم. طبعا حجاج بيت الله الحرام يتواجدون في ميناء لرمي الجمرات والنحر كذلك وطواف الإفاضة للمتعجلين. راح نتحدث عن أمور كثيرة بإذنه تعالى في هذه الساعة. في بدايتها نرحب بضيفنا الدكتور أحمد العمار، طبيب باطنة وناشط في التوعية الصحية. راح نتحدث في الإرشادات الوقائية بشكل عام. دكتور أحمد أهلا وسهلا فيك، سعداء نلتقيك اليوم. يا أهلا وسهلا، أنا سعيد باللقاء فيكم وكل سنة وأنتم طيبين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم. اللهم أمين. أبدأ معك عن الإرشادات الصحية الوقائية للحجاج بشكل عام. طبعا الإرشادات للحاج تبدأ من قبل الحج. نعم. ابتداء كان المفروض أنه كل حاج يأخذ اللقاحات الوقائية. جميل. كلنا على حسب البلد اللي قادم منها. أثناء فترة الحج حنا دائما ننصح باتباع الإرشادات العامة اللي غالبا تندرج تحت مثلا الإرشادات الغذائية، نتكلم مثلا عن توزيع الوجبات، نتكلم عن أخذ الغذاء الصحي المفيد عشان يمد الحاج بالطاقة، أخذ الاحتياج اليومي من السوائل. مثلاً في الفترة هذه فترة مجهود عالي، فترة شدة حرارة جو، صحيح. فننصحهم مثلاً بأخذ الاحتياج اليومي من السوائل. بالنسبة للرجال الاحتياج اليومي من السوائل 3 لتر شامل جميع السوائل. في نفس الفترة هذه يزيد الاحتياج نظراً لشدة الحرارة وبذل المجهود العالي، نزيد من الاحتياج من أخذ سوائل. كذلك بالنسبة للسيدات لترين تقريبا ونصف، وكذلك نزيدها فترة الحج. نعم. بالنسبة للنساء المرضعات تقريبا 3 لتر من السوائل. هذا بما يخص مثلا الجانب الغذائي. جميل. بالنسبة للسوائل أنت ذكرت أنه السوائل بشكل عام، هذا يعني أنها لا تقتصر على الماء فقط يعني. صحيح صحيح. هو لما نجي نوصي بالسوائل نوصي على أخذ الاحتياج الكامل، وننصح برضو بتنويع مصادر السوائل. مثلا العصيرات مفيدة جدا وقت الحاج لأنها تمد بالفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها الحاج مع بذل المجهود. جميل جدا. الأمراض الجلدية ومدى انتشارها في موسم الحج، يعني غالبا الأمراض الجلدية اللي ممكن تكون وقت الحج يكون مثلا الجانب الحساسية مع شدة حرارة الشمس. ممكن يكون فيه إذا كان شخص مثلا ما يضع واقي الشمس قد يوصل لحرق الدرجة الأولى اللي هي تكون من التعرض للشمس. الأساس اللي مهم نطرق له مثل ما تكرمت بالمقدمة موضوع الوقاية من الأمراض. وهذا جانب مهم جدا. طبعا الوقاية تشمل الأمراض المعدية وغير المعدية. بالنسبة للأمراض المعدية مثلا العدوى التنفسية، ننصح دائما الحجاج أنهم يلبسون الكمام عند إذا في حال كان الحاج مصاب أو في حال كان جالس مع شخص مصاب، فيلبس الكمام كجانب وقائي. ننصح دائما في أن الشخص لما يعطس ما يعطس بيده كذا، يعطس بالمنديل ويتخلص من المنديل، وإذا ما كان فيه منديل ممكن يعطس بالجانب هذا من اليد بحكم أنه ما راح يتعرض فيه لمس الوجه ونقل العدوى. ننصح بالأكثر من غسل اليدين وخصوصا قبل الأكل. كذلك ننصح مثلا من جانب النزلات المعوية، وهو شيء شائع عندنا يكثر فترة الحج، جانب مثلا الوقاية من النزلات المعوية في أن ما ناكل من الأكل المكشوف، نبتعد عن الأكل المكشوف، نحرص أن الأكل يكون مطهو بشكل جيد. جميل. يكون الأكل من يعني من جهة معد بشكل صحي. غسل اليدين مهم جدا قبل الأكل، وغسل الفاكهة والخضروات قبل أكلها. جميل جدا. وأنت تتحدث عن الوقاية، يعني اليوم أنتم مشاركين طبعا في موسم الحج كما هي العادة إلى جانب الكثير من القطاعات الحكومية المشاركة. جهودكم جبارة ويشاهدها الجميع بلا شك، لكن في الجانب التوعوي ليس لحجاج الداخل فقط، حتى لحجاج الخارج، هل تعملون على ذلك قبل بداية موسم الحج بشهر أو شهرين على أقل تقدير في إرسال رسائل توعوية مثلا؟ نعم، ما يخص التوعية في وزارة الصحة طبعا يبدأ الإعداد لموسم الحج بمجرد نهاية موسم الحج السابق. جميل. ما يخص حجاج الخارج راح أبدأ معك فيهم. الرسائل التوعوية كانت من وقت تقريبا قبل 6 أشهر من بداية الحج بدأنا برسالة رسائل توعوية. جميل. كان في تنسيق مع ممثلين صحيين في جميع الدول المشاركة. جميل. أعطيناهم دليل صحي، دليل مكون تقريبا من 35 صفحة يستلم الممثل الصحي، الممثل الصحي يشرح الدليل ويوصله لحملة الحج القادمة. كل حملة كل دولة بلغتها حرصنا على استهدافهم بالرسائل الإعلامية. يعني كان في رسائل إعلامية باللغات مختلفة، حرصنا استخدام اللغة الصامتة اللي هو لغة الصورة. جميل. عشان تتضح للجميع. سوينا حتى تسويق مستهدف لنفس البلدان، يعني
كنا مثلا بعض البلدان تشهر باستخدام بعض برامج وسائل التواصل الاجتماعي تختلف عن بعض البلدان، فكنا نستهدفهم حسب البلد ونوجه رسائل تسويق اللي هو تسويق المدفوع اللي يكون يوصل مخصص لفئة البلد هذا نفسه بنفس لغته. وطبعا وكان في اجتماع برضه مع ممثلين صحيين قبل الحج بفترة، حرصنا كان الرسائل الأولى كانت موضوع زيادة اللياقة البدنية، بعدين أعطيناهم بعض الرسائل تتعلق باللقاحات وهي مهمة جدا للحجاج الخارج، أعطيناهم رسائل تتعلق في الوقاية من العدوى داخل المملكة داخل فترة الحج. بالنسبة لحجاج الداخل نفس الشيء، كان فيه توجيه رسائل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال حتى بعض الحملات الميدانية اللي كانت في المطارات مطارات المملكة العربية السعودية، صالات الداخلية كان في بعض الممثلين الصحيين بمديريات شؤون صحية المملكة قدموا رسائل توعية للحجاج. قبلها بفترة وجهها رسائل إعلامية من خلال التلفزيون السعودي ومن خلال برضو بعض وسائل التواصل الاجتماعي داخل ميدانيا داخل الحج. أتوقع أنكم شفتوا اللوحات، صحيح كان في تقريبا توزيع متمركز على جميع مشاعر المقدسة، حرصنا بالداخل على استخدام لغة الصورة كلها كانت صح وخطأ بحيث أنه يستوعبها الحاج من مختلف المستويات التعليمية. صحيح. حددنا طبعا المخاطر، عندنا مركز عالمي طب الحشود تابع لوزارة الصحة، حددوا لنا أهم المخاطر المتوقع أنها تكون فترة الحج للحجاج، حرصنا الرسائل تغطي هذه المخاطر. الحمد لله نشوف، وحتى أجرينا بعض يعني بعض الاستبيانات على الحجاج هل الرسالة كانت واضحة أو لا. جميل. وجدنا الرسالة كانت واضحة الحمد لله. راح نتحدث دكتور أحمد عن أهم المخاطر وأبيك تذكرها لنا، لكن قبلها راح أسألك عن نافذة الإعلام الجديد، وسائل التواصل الاجتماعي، المنصات الإلكترونية اليوم يتم التعامل معها في بث رسائل توعوية لحجاج الخارج بمختلف لغاتهم. نعم، بالنسبة لوزارة الصحة وسائل التواصل الاجتماعي نشيطة جدا، نستخدم مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، الحمد لله لنا تواجد في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. في تجاوب من قبل الحجاج الخارج؟ نعم، وتوصلنا استفسارات ويتم الإجابة عليها قدر المستطاع. الرسائل مثل ما ذكرتك توصل تقريبا السنة هذه وصلنا ل 12 لغة وجهنا لها الرسائل، 12 لغة كانت هي بناء على إحصائيات وزارة الحج أكثر اللغات اللي مستخدمة فترة الحج، وفي جميع 12 لغة صغنا رسائل مناسبة تغطي المخاطر اللي بنطرق لها الحين إن شاء الله. جميل، ما هي المخاطر؟ أهم المخاطر كما طبعا دلوقتي. أهم ثلاث مخاطر موجودة في حسب الإحصاءات هي النقطة، الموضوع الأول الجهاد الحراري وضربات الشمس، وهذا موضوع يعني كثير من الحجاج يستهين فيه وللأسف تحصل الإصابة فيه. وبتكلم لك عن كل موضوع وكيف الوقاية منه بشكل مختصر جدا. طيب جميل جدا، انت ذكرت رقم واحد ضربات الشمس والإجهاد. نعم. أبرز أسبابها طبعا ضعف البنية الجسدية مثلا له طبعا دور. أنا أقول لك هو الناس يعتقدون أن الإجهاد الحراري وضربات الشمس يجي من أشعة الشمس، وهذا اللي خلى كثير من الناس يعني ممكن المشاهدين يشوفون أغلبهم ماسكين مظلات. صحيح. لكن هل هذه المظلات تعطي وقاية كاملة؟ بالواقع تعطي وقاية كبيرة جدا لكن ليست وقاية كاملة. المشكلة لما يمسك الحاج مظلة ويمشي خلاص مرتاح ما راح يجيني شيء، أنا ماسك مظلة. صحيح. بينما بالواقع هو الإجهاد ما يكون من شعاع الشمس، هو يكون من الحرارة، يعني ممكن يكون معك مظلة لكن أنت في مكان حار جدا ويجيك إجهاد حراري وضربة شمس وتدخل في مرحلة ضربة شمس، قد يفقد الوعي الحاج وهو ماسك مظلة. يعني المظلة تعطي جانب وقاية ممتاز لكن هو ليس كل شيء، الأساس أن الحاج قدر المستطاع يبقى في مكان بارد. طبعا قبل الحج احنا ننصح زيادة اللياقة البدنية، هذا عنصر مهم جدا في تحمل شدة الحر وبذل المجهود العالي. جميل. فزيادة اللياقة البدنية وهذا وجهنا لها رسائل قبل الحج فترة طويلة عشان الحاج يمديه يجي وهو في لياقة كاملة. بس كبار السن شلون يتم التعامل مع هال وهذا الإشكال، حتى كبار السن بإمكانهم زيادة اللياقة البدنية بشكل متدرج، يعني مثلا بدل ما هو يمشي دقيقتين متواصلة يزيد لياقته لأربع دقائق متواصلة. جميل. هذا بحد ذاته كافي راح تفيده. راح تفيده بدون جميل. شك. فعنصر الأول زيادة اللياقة البدنية قبل فترة الحج، عندنا كذلك وقت الحج أخذ الاحتياج من السوائل مثل ما ذكرناه، هذا يعطي جانب وقاية، أخذ الاحتياج من السوائل، كذلك عدم التعرض لشدة أشعة الشمس وهذا مهم، يعني قدر المستطاع الواحد ما يتعرض لأشعة الشمس وقت تعامدها وشدتها، ويحرص أن يكون يتواجد في الأماكن الباردة، استخدام مظلة مفيد جدا لكن ليس كل شيء. جميل. هذا ما يتعلق بالإجهاد. هذا رقم واحد في الإجهاد الحراري وضربات الشمس. نعم. رقم اثنين. رقم اثنين كان موضوع العدوى التنفسية واللي تشمل الإنفلونزا وجميع أنواع العدوى التنفسية. نعم. وهذا طبعا ما يخص هذا الموضوع ننصح دائما مثل ما قلنا لبس الكمام إذا كنت مصاب أو
كنت في مكان فيه شخص مصاب وتعتقد وجود شخص مصاب، كذلك اكثر من غسل اليدين، لانه هو العدوى كيف تنتقل؟ لما مثلا تسلم على شخص مصاب بعدوى تنفسيه او عطس او شيء بيده وسلمت عليه، الفيروس يكون موجود تنتقل مباشره، مجرد ما تلمس العين او تلمس الفم او الخشم يدخل فيروس الجسم. فننصح بكثره غسل اليدين عشان تجنب نقل الفيروس في حال تعرض له. ننصح مثل ما قلنا العطاس ما يكون باليدين، يكون بمنديل والتخلص منه او بالذراع. هذه هي اهم الموضوع. طيب قد لا يتوفر مثلا، وطبعا كان في عنصر مهم للوقايه من الانفلونزا باخذ لقاح الانفلونزا اللي كان متوفر للحجاج الداخل قبل فتره الحج في جميع المراكز الصحيه. طيب راح اتكلم عنه، بس خلينا نوقف شويه عند الجزئيه الاولى، غسل اليدين. اليوم في بعض المعقمات الموجوده في المراكز الطبيه وحتى الصيدليات الخاصه، يعني هل تغني عن الغسل بالماء؟ نعم، غسل اليدين لانه عارف كيف دكتور احمد سهوله حملها مع طبعا بدون شك يعني. بدون شك، ولذلك الدراسات العلميه صارت تقول الان انه توصي باستخدام المعقمات لانه سهل الحمل وسهل وضعه، يعني ما احتاج اروح المغسله واشغل واحط صابون واغسل. فجزء استخدام المعقمات مفيد جدا، لكن ما يكون بكثره شديده جدا عشان ما يصير فيه جفاف. فحتى لو كان باستخدام كثره ممكن يستخدم مرطبات معه عشان نضمن عدم وجود جفاف باليدين. جميل، تحدثت عن العدوى التنفسيه، اللقاح ما قبل الحج. طبعا لقاح الانفلونزا مفيد جدا، وانا اوصي المتابعين سواء من حجاج او غير حجاج باخذ لقاح الانفلونزا سنويا، لانه يعطي وقايه من اكثر او اخطر انواع الانفلونزا. الوقت المناسب لاخذ هذا اللقاح، ينفع يجي الحج الى المشاعر المقدسه وياخذ اللقاح؟ طبعا اللقاح يشتغل مفعوله بعد 14 يوم تقريبا. اها، اي، فاحنا كنا نوصي الحجاج باخذه قبل الحج فتره طويله مثل ما قلت الرسائل التوعويه. نعم. بالنسبه للي ما حجوا او حتى اللي حجوا وما اخذوا اللقاح، بامكانهم اخذ اللقاح تقريبا الى شهر يناير، يعني احنا الان في شهر اغسطس، فممكن باقي لنا 4 شهور. كل الفتره هذه بامكان اي شخص انه ياخذ لقاح الانفلونزا، انصحهم يبكرون باخذه عشان ياخذون الاستفاده كامله طول فتره طول السنه ان شاء الله. جميل، الان ذكرنا عنصرين من اهم المخاطر التي قد تواجه الحاج. رقم 3 العدوى، النزلات المعويه والسموم الغذائي. وطبعا في هذا الموضوع ننصح ان الشخص ما ياخذ اي نوع من الاكل، يحرص ان الاكل يكون مطهو بشكل جيد، يحرص انه ما يكون مكشوف وما يكون مثلا حتى لو كان مطهو بشكل جيد ما يحفظ فتره طويله او يحفظ بطريقه سليمه. ننصح دائما بالغسل اليدين قبل الاكل اهم شيء. ننصح كذلك في الفاكهة والخضروات غسلها جيدا قبل أكلها. جميل، المرضى السكر. نعم، بالنسبة للمصابين بالسكر الأساس إن شاء الله بإمكانهم الحج، يعني ما في مانع من الحج، لكن ننصح دائما قبل الحج استشارة الطبيب الطبيب المعالج، لأن الطبيب المعالج بالتأكيد راح يغير الجرعات للشخص المصاب. ما الذي قد يؤثر على مريض السكر في حال لو حج؟ طبعا إن شاء الله أنهم يكونوا سليمين ويتم حجهم بصحة وسلامة. قد يكون، وهذه الحالات إن شاء الله أنها بسيطة، مع المجهود العالي وأخذ مثلا جرعات العلاج من الأدوية اللي ممكن تسبب انخفاض السكر، قد يجيهم حالة هبوط سكر. فعشان كذا ننصح أنه توزيع الوجبات بالنسبة للمصاب بالسكري مهم جدا، أخذ الوجبات بشكل موزع، ياخذ السناك اللي يكون بين الوجبات. جميل. يحسب يتأكد من أنه ماخذ جرعات مناسبة من العلاج، ما يزيد الجرعات وما ياخذ الجرعات اللي ممكن تسبب له هبوط في السكر. المجهود البدني يحاول انه يبذل مجهود بدني هو قادر على بذله. كذلك مهم جدا اختيار الحذاء المناسب عشان موضوع القدمين والجروح القدمين، يتاكد انه لابس حذاء وحذاء مناسب، اذا حس بالتعب يجلس ويرتاح ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. صحيح. الدكتور احمد، نتحدث عن طرق الوقايه من الامراض الجلديه. تعرف انه الحاج يمشي بعض المسافات تكون طويله، قد يسبب له نوع من انواع التسلخات بين التسلخات الجلد بشكل عام، يعني طرق الوقايه منها. طبعا افضل طريقه الوقايه هو ان يكون في ترطيب مستمر، استخدام بعض الكريمات المرطبه، استخدام مواقي الشمس لان في شده تعرض للشمس. صحيح. هذا هو الاساس اللي يحتاجه ما يخص المواضيع الجلديه. جميل، ابرز الحالات التي تواجهكم اثناء عملكم في الميدان اليوم. والله الزملاء الله يعطيهم العافية هم اللي يغطون الميدان، الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم. الحالات متنوعة، لكن مثل ما ذكرتك هي في الغالب 3 حالات اللي ذكرناها: ضربات الشمس، الجهاز الحراري، المشاكل الجهاز الهضمي، أحيانا إصابات، أحيانا نوبات انخفاض سكر، أحيانا فقد وعي، أحيانا يعني متنوعة حالات، وحسب مثلا شخص مصاب بالامراض المزمنه. احيانا مثلا تكثر حالات نوبات الربو خاصه مثلا مع نزول المطر او مع تغير الجو.
تتنوع الحالات حسب المكان والزمان والوقت. نعم، تحدثنا عن السكر، أحيانا بعض الأشخاص لا يعلم أنه مريض سكر أو ضغط كذلك. جميل، كيف يتم التعامل مع الحاج اللي يجيك لأول مرة للعيادة مثلا، أو يجي للإسعاف أو سيارات الإسعاف المنتشرة أو حتى العيادات المنتشرة داخل المشاعر، يجي وما عنده مثلا إلمام بأنه هو فعلا مريض ضغط أو مريض سكر، وأحيانا مش يكون هو مريض، يكون مثلا مرض وقتي أو حالة وقتية، نبغاك تشرحها لنا حتى يستفيد منها المشاهد اليوم. والله شوف، هو الإشكالية أن أحيانا الصعوبات اللي يواجهنا الزملاء أن أحيانا يجي الحاج أصلا ما يتكلم باللغة اللي قد تكون مفهومة بالنسبة للموجودين بالمستشفى. نعم. كذلك ما عنده بطاقة صحية توضح وش الـ وش الـ الأشياء اللي يعاني منها، ويجيك مثلا بنوبات. بالنسبة للسكري طبعا قد يكون في تشخيص حالة سكر من أول مرة هنا، في الغالب ممكن يجون بنوبة انخفاض أو نوبة ارتفاع، ويتبين من خلالها بعد الـ بعد الـ بعد إجراء الفحوصات، ويتم توجيهها طبعا حسب الحالة. في حال كانت تشخيصها الأولي يتم تشخيصها بعد إجراء التحاليل والفحوصات وإعطاء العلاج المناسب. جميل، لكن هل يتم تشخيص حالته على أنه مريض سكر فعليا، أو أنه فقط الظروف المحيطة فيه في هذا الوقت تحديدا جعلت منه مثلا يعاني من نوبة انخفاض أو ارتفاع في السكر، طبعًا أو حتى الضغط كذلك، لأنه الضغط أيضا مهم. طبعا بالنسبة يعني في فرق بينهم بسيط، ممكن يكون بالنسبة للسكر في بعض التحاليل اللي تبين نسبة السكر بالدم خلال 3 شهور الماضية. جميل. فمن خلالها يبين هل هو مصاب بارتفاع او هو مصاب بداء سكري او لا، يكون عنده في تاريخ مرضي تاريخ مرضي بالعائلة. طبعا تاريخ مرضي بالعائلة يزيد احتماليه الاصابه، لكن ما نعتمد على التاريخ المرضي لوحده. جميل. في بعض التحاليل تبين نسبه سكر بالدم خلال فتره 3 شهور، من خلالها نقدر نحدد في تحليل. حتى هذه الاجهزه متواجده اليوم هنا في المشاعر؟ طبعا متواجده بكثره، يعني جميل. في جميع المراكز الصحيه، في جميع المستشفيات موجوده التجهيزات هذه كامله. بالنسبه للضغط طبعا يتم تشخيصه بعد زيارات متكررة، أحيانا يعني ما هو بشكل مباشر نصرف علاج الضغط، لكن يتم التعامل مع الحالة الطارئة وهو الأساس اللي يحتاجها المريض حاليا. يعني السيطرة على مستوى مثلا ارتفاع الضغط أو انخفاضه، وكذلك بالنسبة للسكر. بالضبط، السيطرة اللي يحتاجها الحاج فترة الحج، ممكن تفاصيل أكثر من الخطة العلاجية يأخذها سواء في بلده أو إن كان في السعودية مثلا في مدينته، بحيث أنه يتابع مع الطبيب من البداية. جميل، بالنسبة للحجاج الخارج، يعني ما في جهة تقدم لهم بعض النصائح التوعوية إذا شعر مثلا الطبيب أنه قد يكون هذا مصاب فعليا بارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه كذلك؟ طبعا بجميع المستشفيات موجود مثقفين صحيين، في عندنا بالوزارة إدارة عامة للتثقيف الكلينيكي موجودين منهم عدد كبير جدا من الزملاء المتخصصين، موجود معهم عدد كبير من المتطوعين، موجود معهم عدد كبير من المترجمين، تواجدهم كبير بالحملات، تواجدهم كبير حتى بالمستشفيات، يشرحون للمرضى، يوضحون لهم، يثقفونهم، يوعونهم سواء كانوا شخصوا بأمراض أو حتى كجانب وقائي. في تواجد كبير اللهم لك الحمد على مستوى الحج سواء بالحملات أو حتى بالمستشفيات. جميل جدا، لا شك أن الخدمات التي تقدم من قبل وزارة الصحة يعني واضحة وجلية في مختلف المشاعر. الحجاج وهم يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة وآمنين بعد الله سبحانه وتعالى، وأيضا في ارتياح نفسي أنه متى محتاج لطبيب حيكون متواجد في الحمد لله التو اللحظة كما صحيح. يقال الحمد لله. أمس كنا في ممكن عندنا وقت، أمس كنا في عرفة، كانت مشاعر يعني مشاعر رائعة جدا بالنسبة لنا حنا كممارسين صحيين، بالنسبة لنا حنا كسعوديين. يعني كان أتوقع غطيتوها بالقناة السعودية صحيح. كان فيه تفويج الحجاج المصابين من المستشفيات. طبعا كان في اول شيء تصعيد الحجاج من المدينه المنوره، الحجاج اللي جو من كل بلدان من العالم، وكان ويوم جو صارت لهم اصابات منعتهم من انهم يتمون حجهم، لكن في المملكه العربيه السعوديه اللهم لك الحمد تم تصعيد الحجاج، لان الوقوف في عرفه ركن، فتم تصعيدهم. بعض الحجاج كانوا جايين بسيارات عنايه مركزه معهم طبيب مرافق ومعهم ممرضه او طبيبه، جو المشاعر وقفوا في عرفة، يعني كانت مشاعرهم لا توصف. حتى جلسنا مع بعضهم كان مجري عملية قسطرة بالليل والصبح موقف في عرفة. جميل. في بعضهم كانوا مسوين عملية قلب مفتوح، وعملية طبعا خطيرة، تعتبر عملية كبيرة جدا وأجروها بشكل سريع يعني. وبعد العملية جو ووقفوا في عرفة، يعني بعضهم أجرى عملية قبل يومين قلب مفتوح وجاء وقف في عرفة وكان يدعي. بعضهم كان جيتهم جلطة
جلطة دماغية كاملة، ومع ذلك تم تصعيدهم وقفوا في عرفة. فالحمد لله إن شاء الله أنه يعني كل حاجة يلقى الرعاية الصحية المناسبة. بلا شك. الآلية في تفويج مثل هؤلاء المرضى، تحدثت عن يوم عرفة، أيضا الإفاضة والنفرة من عرفة إلى مزدلفة، وكذلك اليوم إلى منى ورمي الجمرات، كيف يتم التعامل مع الحالات المرضية؟ كيف تتم آلية تصعيدهم وتفويجهم كذلك؟ طبعا في زملاء متخصصين بالموضوع هذا ممكن يفيدون أكثر، لكن بشكل عام هو التصعيد طبعا الأساس أن التصعيد يكون على حسب حالة المريض. نعم. في بعض المرضى ما كانت حالة تسمح نهائيا أن يطلع، يعني كان بشكل خطر خروجه، حتى بوجود الأجهزة قد يشكل خطر عليه. فمثل هذولا طبعا ما يطلعون، لكن الناس على حسب، مثلا في حالة تكون مستقرة ممكن يقوم، ممكن يروح من عرفة المزدلفة، لكن في حالات هذا يعني أحمد، عفوا يعني دكتور أحمد، أنه قد ينتقل الحاج مثلا إلى التصعيد إلى عرفة مثلا وعليه الأجهزة الطبية؟ طبعا بدون شك. بعضهم كانوا أقول لك بسيارة عناية مركزة. جميل. بسيارة عناية مركزة وفي طبيب أو طبيبة معه بنفس السيارة طول وقت وجوده في عرفة. فتعتقد تختلف حسب الحالة، أحيانا يكون بس أدائهم الأركان الحج الأساسية. في بعض الحالات من منسوبين وزارة الصحة ناس يسرون ينوبون عنهم بالرمي، يعني يطلعون ناس مكلفين هم يرمون عن هذا الحاج. فبإذن الله أنه يعني يكون خدمات صحية، يعني حنا كسعوديين نفتخر فيها بلا شك. خدمات صحية وغير الخدمات الصحية، احنا كسعوديون الله عز وجل اختصنا بهذا الشرف، ونحمد الله سبحانه وتعالى عليه، ونتمنى أن نكون يعني أدينا تجاه الأمانة تجاه حجاج بيت الله الحرام. دكتور، الحديث عن الصورة في التوعية، أنت ذكرت أنه في أكثر من موقع يتم فيه التوعية من خلال الصورة، ويبدو لي هي أبلغ حتى من الكلام يعني. صحيح. كيف تعامل أو تعاطي أو تفاعل الحاج مع هذه التوعية؟ يأخذ بها أو أنه يتعامل معها كصورة فقط وينتهي الأمر؟ طبعا باستخدام الصورة حرصنا أنها تكون مبسطة جدا، استخدام الصورة مثلا الصح والخطأ، بحيث أنها مرة مباشر وواضح. استهدفنا طبعا الأماكن بالمشاعر، كان التركيز الأكبر على منى، التركيز الأكبر داخل منى على ممر المشاة مثلا، وحرصنا على استخدام الرسائل الأهم الموجودة بالمخاطر. تعاطي الحجاج طبعا حنا نجري بعض الاستبيانات على بعض الحجاج، نسألهم هل فهمت شيء موجود، فهمت الرسالة، رسالة واضحة أو لا، وكان الحمد لله في الغالب رسالة واضحة لهم تماما بحكم أنها مبسطة جدا. الاستجابة تختلف طبعا من حاج لحاج، تختلف على حسب درجة العلمية، تختلف على حسب الاهتمام والحرص، لكن بإذن الله أنه في الغالب يكون فيه استجابة وتطبيق للرسائل. جميل. الأطفال الذين يكونون مع ذويهم في الحج، كيف يتم التعامل معهم؟ طبعا الله يتقبل منهم جميعا. لا شك ان وجود الاطفال طبعا مجهد للاهل. صحيح. ونحاول قدر الامكان ان نحفظ سلامه الطفل، نحاول انه يكون، وحتى نعطيهم بعض الرسائل انه يكون معه مثلا الغذاء المناسب له حسب عمره، يكون موجود مثلا في ان كان في عربيه او شيء، انه يكون مظلله عن الشمس، انه ما يكون يجي وقت تزاحم والحشود. ويعني هذه الرسائل تقدمون هذه الرسائل التوعوية للآباء مثلا؟ طبعا بدون شك. طبعا وجود الأطفال يعتبر قليل فترة الحج. نعم. لكن نوجه رسائل، والزملاء في التوعية الميدانية يوجهون رسائل هذه ويركزون عليها في حال كان تواجد الأطفال. جميل. فيما يختص بالعدوى التنفسية، وهي أحد أهم المخاطر التي قد تواجه الحاج، ذكرت أنه أحد أسباب الوقاية منها هو وضع الماسك. صحيح. القناع قد يكون مزعج نوعا ما. طبعا القناع لا يوضع على الإطلاق. يعني ما هو القناع ما يوضع طول فترة الحج. جميل. القناع ذكر أنه يوضع في حال كان الشخص مصاب وما يبغى ينقل عدوى لبقية الحجاج، أو في حال كان جالس مع شخص مصاب أو يعتقد مثلا بوجود شخص مصاب. بالحالة هذه يلبس الكمام، غير هذا ما في داعي لبس الكمام. حتى أن أحيانا دائم يجون الناس عندنا المستشفى من الحجاج نبغى كمام. ليش تبغى كمام؟ ما في داعي انك تضايق نفسك وتتعب نفسك. جميل. على غير احتياج. قد يسبب له مشكله مثلا الكمام لو استمر عليه على مدار اليوم مثلا؟ لا، طبعا ننصح بتغيير الكمام باستمرار في حال كان بيحتاجه. كل كم تقريبا؟ 12 ساعه او فقط؟ والله شوف، هو بعض الدراسات العلميه تقول وصلت الى مرحله انه كل دقيقتين يتغير الكمام. كل دقيقتين يتغير طبعا الكمام. بالنسبه للمصابين تكلم. بالنسبه للشخص اللي يلبسها بدون حاجه فما في داعي اصلا يلبس عشان يغيره.
لكن الرساله ممكن انه يغيره باستمرار، هذا افضل. بعض الناس يقيس بالكمام الى بكره، والى قد يكون وجود كمام سلبي عليه يعني اكثر. نعم، في حال انتهاء الحج وعوده الحجاج الى بلدانهم، تعملون على ايصال بعض الرسائل التوعويه الخاصه يحملها الحاج معه في عودته الى بلده؟ طبعا الاساس انه التوعيه عندنا مقسمه للاقسام. نعم. قبل واثناء وبعد الحج، وحتى في توعيه بالمنافذ. جميل. بالنسبه لمرحله ما بعد الحج، طبعا نوجه بعض الرسائل اللي تتعلق مثلا في حال كان متواجد بعض الاعراض، ممكن تزور الطبيب، تستشير الطبيب. ننصح مثلا في انه والرسائل العامة طبعا اللي تكون تعلق بالاستمرار، مثلا أن بوقت الحج الواحد يكتسب لياقة بدنية عالية، يحافظ عليها، يستمر ممارسة الرياضة. جميل. يعني الرسائل العامة تكون في الغالب. جميل. أنا ليش أسألك هذا السؤال؟ حتى أنه يتم الاستفادة من الحاج العائد إلى بلده عندما يحكي لمحيطه القريب منه، يكون هو أحد أدوات التوعية. صحيح. بحيث أنه فقط لا تقتصر التوعية على منصات التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا بشكل عام أو حتى القنوات الرسمية، يكون الحاج ايضا وسيله ومساهم في هذه. صحيح. طبعا نعتقد ان الحاج لما ياخذ الرسائل التوعويه اللي نضعها احنا فتره الحج، مجرد ما يجي السنه الجايه وفي احد بيحج بيوجه نفس الرسائل. جميل. انتبه من ضربات الشمس، الجهاد الحراري، حاول انك مثلا تغسل يدينك باستمرار، حاول انك يعني الرسائل هذه اللي دائما خذ اللقاحات قبل. فحنا نستثمر مثل ما ذكرت التوعية في الحاج الموجود لنقلها لبقية الحجاج. جميل. أحمد، أو عفوا دكتور أحمد، بكل شفافية، مدى رضا الحجاج عما يقدم لهم من خدمات صحية تلمسونه من خلال تعاملكم معهم؟ والله شوف، طبعا ممكن ما يكون أنا الشخص الأكثر مناسب أن أتحدث عن من واقع تجربتك الحجاج، لكن من واقع اللي شفته أنا، يعني جميع الحجاج اللي شفناهم والتقينا فيهم، طبعا احنا نشوف الحجاج في المستشفيات او الحجاج نوجه لهم بعض الرسائل برا المستشفيات، جميعهم ولله الحمد كانوا ممتنين ويدعون المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. يعني حتى في ناس يقولون امس كان يوم عاطفي جدا، يوم عرفة، كان في ناس امس يقولون والله احنا ندعي لكم، ما نعرف اسماءكم، لكن ندعي لكم وندعي للممارسين الصحيين، ندعي للاطباء والممرضين، احنا ما اعرفهم، بس لجمالية وجودة الرعاية. يعني كانوا متفقين انه يعاملونا زي ما يعاملون ابنائهم. حتى انا كنت اشوف امس الممرضات والممرضين والاطباء كانوا يكلمون الممرضين المصابين المرضى، كانوا يكلمون اهلهم، يعني لا تروح من هنا، ترى من هنا مو بزين، هنا في شمس، خلك داخل، وش تبغى نجيب لك حنا، تبغى مويه، تبغى مدري ايش. فكانت الرعايه يعني انسانيا، عاطفيا، دينيا، كانت على مستوى عالي قبل ان تكون طبيا كذلك. اكيد، بدون شك. نعم. دكتور احمد، ذكرت انت في منتصف حديثك انه تجرى عمليات قلب مفتوح. طبعًا. وهي عمليات ليست بالسهله او البسيطه. طبعًا. ايضا عمليات القسطره. الحاج في حال قدمت له مثلا هذه الخدمة أو عمل هذه العملية، يزود بتقرير طبي عن حالته كاملة، في حال أنه لو عاد إلى بلده يتم المراجعة في أحد المستشفيات هناك، أيضا يعطى العلاجات اللازمة، أو فقط تقتصر الآلية على علاج وقتي، عمل عملية القلب المفتوح، وصرف بعض الأدوية الوقتية التي تعينه هنا فقط في المشاعر؟ طبعا عدد المستشفيات بمكة ومدينة كبير جدا، ما يحضرنا الرقم، عدد المراكز الصحية، الخدمات اللي تقدم كبيرة. طبعا أنا ممكن اليوم أتكلم عن الجانب التوعوي أكثر. نعم. في ممكن من الزملاء يكون أفضل مني حديث عن الجانب الخدمات اللي تقدمها الوزارة. من واقع زياراتي للمستشفيات اللي شفتها، أنه أبدا ما هو بالموضوع يعني صرف علاج طارئ وخلص. لا، الموضوع مستمر، الموضوع فيه جانب التشخيص، جانب العلاج، جانب إجراء العمليات. العمليات تكون حتى لو كانت في بعض الأحيان العملية يعني مثلا زي تركيب منظم القلب، إجراء عمليات القلب مفتوح، وعدد العمليات كبير جدا، يكون فيه إجراء العملية، يكون فيه تقرير طبي لكل الحاج، يكون فيه حتى تزويدهم بعض التقارير الأشعة حسب الاحتياج. جميل. حتى بعد ما يرجع الحاج لبلده ويبغى يتواصل يستفسر مع المستشفيات، بإمكانه التواصل مع المستشفيات وأخذ تفاصيل أكثر عن حالة المريض. مثلا مريض في بعض دولة أجرى عملية عندنا، أخذ تقرير، الطبيب بالدولة اللي رجع له المريض عنده استفسار، ممكن يرجع
للطبيب بالمستشفى عندنا هنا بمكة أو المدينة ويزودونه بالحالة بشكل مفصل أكثر. جميل جدا. الدكتور أحمد العمار طبيب الباطنة والناشط في التوعية الصحية، أنا شاكر لك جزيل الشكر تلبية الدعوة وهذا الحضور، وإذا حاب توجه كلمة أخيرة. الله يعطيكم العافية، أتمنى للحجاج حج مقبول وحج صحي بإذن الله، وشكرا لكم على جهودكم وأنتم شركاء لنا في التوعية أكيد. بلا شك هذا شرف اختصنا به الله عز وجل جميعا كسعوديين يعني في مختلف القطاعات أو حتى كأفراد مشاركين يقدمون المساعدة لحجاج بيت الله الحرام. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد. الله يعطيك العافية. إذا مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم لمشاهدة بعض اللقطات لحجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون مناسكهم في ميناء. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.